السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نيني محمد هتقدم لكم طريقة العدس بشوربة الخضار. عدس بالخضار حاجة جميلة اخترعته انا، وعدس بالشعرية وعليه البصل حاجة حلوة. اللي اول مرة يشوف قناة نيني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة. عندنا نص كيلو عدس غسلناه كويس جدا والمية مغلية نسقته، معانا جزراية وبطاطساية نحطها عليه ويستوي ونرجع لكم. سوينا العدس والجزر والبطاطس، نضربه في الخلاط ونرجع لكم. خلصنا العدس وضربناه في الخلاط. نقسم العدس عشان هنعمل عدس بالشعرية وعدس بالخضار. عندنا الخضار البسلة، معلقتين بسلة، معلقتين فاصوليا خضراء، معلقتين حمص طبيخ، جزراية، بطاطساية، معلقة صلصة، بصلاية متقطعة. أنا جربتها الشوربة دي تحفة، اخترعتها كده وجربتها جميلة وقلت لازم تشوفوها ولازم تجربوها. عندنا هنا ثوم وملح، مرقة دجاج، نقلبها كده ونسيبها تستوى ونشوف التاني اللي بالشعرية، العدس اللي بالشعرية. عندنا كوباية شوربة نحطها هنا، عندنا شعرية نص كوباية شعرية، ونرجع لكم تاني. عندنا قطعتين من الزبدة نحطها عليها كده عشان طعمها جميل جدا وفوائد كبيرة جدا وله فوائد حلوة قوي وبيدفي في الشتاء، حاجة حلوة يعني. ان شاء الله جربوه كده هيعجبكم. معلقة ثوم مفروم وقطعة واحدة زبدة عشان لسه هنعمله تقلية. خلصوا ونرجع له. استوى العدس، استوى جميل اهو. ان شاء الله احبكم تجربوا طريقتي اللي انا اخترعتها وعملتها ودقتها قبلكم، جميلة جدا تحفة هتعجبكم جدا. نحمر البصلة للشوربة بتاعت لسان العصفور. يلا بينا. حبة زيت نكتره شوية كده علشان نحمر فيه البصلة. دي البصلة اللي هنحطها على الشوربة. خلصنا شوربة العدس بالخضار، حاطين فيها بسلة وفاصوليا وجزر وبطاطس. ده اختراعي وحاجة جميلة. وعملنا العدس بالشعرية وعملنا تقلية عليه، وعملنا كمان بنجر حطينا عليه طحينة وليمون وحبشناه والعيش طبعا، حاجة جميلة. جربوها من اختراعي ان شاء الله هتعجبكم. ووصفات جميلة وسهلة ومغذية وفيها كل الفيتامينات، حاجة يعني حاجة تحفة.
ان شاء الله جربوها، وما تنسونيش في الاشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.